عقد مجلس النواب جلسته العادية 22 في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. وخلال الجلسة تم استعراض إجابات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على بعض الأسئلة الموجهة لهم، وهي إجابة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن جدوى فرض ضريبة على المؤسسات والشركات التجارية العاملة في مملكة البحرين، وإجابة سعادة وزير الإعلام بشأن عدد الموظفين الأجانب في الوزارة. كما تم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة وإحالته إلى مجلس الشورى. كما تمت الموافقة أيضا على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وإحالته إلى الحكومة. كما وافق المجلس أيضا على إصدار بيان بمناسبة انعقاد القمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى 9 اقتراحات برغبة، أبرزها تعديل برنامج مزايا ووقف الزيادة الدورية على الأقساط الشهرية. سؤالي لمعالي وزير المالية في جلسة اليوم يتعلق بضريبة الشركات. ضريبة الشركات كما تعرفون أصبحت توجه عالمي اليوم. هناك 138 دولة في العالم أقرت، ومن ضمنها البحرين أقرت أن تكون هناك ضريبة على الشركات والاستثمارات الأجنبية. هذه الضريبة طبعا احنا ننظر لها نظرة جادة ويعني ومسؤولة، لأن راح تساعد كثيرا الدول اللي مثل مملكة البحرين في تعدد مواردها المالية. طبعا الحكومة الموقرة مهتمة جدا بهذا التوجه العالمي، وهي جزء منها أيضا، على أن تكون هناك ضريبة لا تقل عن 15%. ناقشنا مشروع مزايا اليوم، ونعرف أن المشروع مزايا بالنسبة حق المواطن صار عبء كبير عليهم، لأن كل سنتين يتم تجديد من الراتب ويتم استقطاعه. احنا نتمنى من الحكومة أن يكون ثابت القطع نفس ما اللي يعطونهم القروض شراء بيت أو البناء، أو هذا يكون كثابت، بس مو كل سنتين يصير إعادة جدولة، لأن هذه يصير أعباء كثيرة على المواطن. بشأن السؤال اللي قدمنا حق وزارة الصناعة والتجارة كان متعلق بالأجانب في الوزارات، هي حقيقة رسالة وجهناها ل 19 وزارة مختلفة بنفس السؤال وبنفس الصيغة. هي رسالة مهمة لجميع الوزارات، ان احنا كسلطة تشريعية ناخذ دورنا الرقابي بخصوص العاطلين عن العمل واحلال البحرينيين في الفترة القادمة. في واقع الأمر ما تم طرحه من السادة النواب في موضوع فتح آفاق للمواطن البحريني لممارسة مهنة الصيد، فبالتالي احنا في توافق مع ما تم طرحه من قبل النواب سادة النواب، وأمانة في قرار إداري حاليا ونعمل على أن نرفعه إلى أن يكون على مستوى قرار وزاري بما يتعلق في فتح رفع أعداد المواطنين اللي ممكن أن يكون مرافقين للنواخذة اللي موجودين على متن الغوارب. في السابق كان القانون نوعا ما يحد من العملية، إنما إحنا كقطاع حكومي نرى أن يكون هذا الرافد يستفيد منه جميع مواطنين مملكة البحرين.